سي حبيب سيد. نعم. شنو أحوالها تونس؟ تونس خير من البارح وأقل من غدوة، هذا مثال ياباني منها. كيف نشوف وضعية تونس من قبل ونشوف الوضعية الحالية، من الواضح أن الوضع في تونس تحسن بكثير، خاصة في تجربتي مريت بوزارة الداخلية في 2011 ونعرف كيف كان الوضع في 2011 وكيفاش الوضع هو حاليا. طبعا منها الانتقال السياسي اللي تم في تونس استثنائي، وكانت عملية ماشي سهلة، عملية صعبة، لكن بفضل تضافر كل الجهود وخاصة بفضل الطريقة التونسية الخصوصية لبلادنا، الحوار اللي كان أساس الاتفاق هو اللي وصلنا إلى بر الأمان. لكن مازالت عدة تحديات منها أمنية اجتماعية واقتصادية، ودور هالحكومة هذه هي تغلب على الوضع هذا والتحديات منها اللي تهم متهمش الحكومة فحسب، لكن تهم كل المواطنين وكل الهيئات والمجتمع المدني بأسره. مسؤولية وطنية إذن كنا نكونوا منها موجودين، إذن كنا نكونوا قابلين للحوار، قابلين منها للتضحية لفاية بلادنا. وفما حد شيء غادي على التونسي، التونسي عنده الطاقة وعنده الإمكانيات وعنده منها التجربة توا باش إن شاء الله منها نتغلبوا على التحديات هذه اللي مازالت موجودة، لكن وضعنا أحسن بكثير مما كان. واضح.